Now, for about 3 months, BBC Arabic's Adnan El Bush reported on the war in Gaza while living in a tent, eating one meal a day and struggling to keep his wife and five children safe. Since October the 7th, more than 100 journalists have been killed in Gaza, according to the organisation Reporters Without Borders. Israel says it takes all feasible measures to mitigate harm and says it never deliberately targets journalists. Adnan has been keeping a video diary documenting the harrowing moments he faced, covering a war that pushed him to his limits. يلا طفوا الشمعة انت ورزون تعالوا يلا انا بكيت عشان الفيديو مفرح وكمان شفت في الفيديو البيت والسيارة كله راح كله راح يعني انا غطيت كل الحروب اللي يعني صارت في غزة يعني في شيء مختلف يعني وغريب فمجرد انه يعني فهمنا انه في عملية دخول من عناصر من حماس في إسرائيل عرفنا أنه بلشنا نحلل أنه ردة الفعل حتكون غير مسبوقة أنه أنا جزء من المعركة وعيلتي وين شو عاملين شو وضعهم الحدث نفسه صحفياً كيف بدي أغطيه أنت بتعمل مؤسسة عملاقة يعني شوف المعضلة الكبيرة أنه أنت بدك تحافظ كمان على السياسة أو الخط التحرير للقناة أنا الآن في مقبرة في منطقة تل السلطان في رفح يعني أنا أول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر الآن يتم حفر قبر جماعي كبير فوصلنا خبر انه الجيش بده يسلم عدد من الرفات هذه كان يومها بين 80 ل 100 جثة قام تسليمهم كانوا في صندوق كبير في شاحنة من الرائحة صعبة ما بنقدرش نفتح الصندوق قد تم تسليم هذه الجثث من قبل الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم الآن تقوم السلطات المحلية هنا بدفن أعتذر هناك رائحة صعبة جدا وكريهة وأيضا أول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر هذه القساوة وهذه البشاعة طريق السلام جب لو أن الوضع خلانا نترك ما ترك ويعز علينا فراغ غزة صراحة طبعا أنا خيار الأول والأخير غزة ولازم أرجع لها يعني فمتى سينتهي لا أحد يعرف